السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، إنها السيدة الجليلة الابنة البارة، هذه الإنسانة العظيمة التي تعتبر سيرتها وتاريخها جزءاً أساسياً من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. متى ولدت؟ وما هو سبب تسميتها باسم فاطمة الزهراء؟ وكيف تزوجت من سيدنا علي؟ وهل رزقت بأبناء غير الحسن والحسين؟ كيف أثر زواج النبي على السيدة فاطمة الزهراء؟ للإجابة على كل هذه الأسئلة ابقوا معنا لآخر الفيديو، لكن قبل بداية الحكاية الرجاء الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعمل لايك، وفضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ابقوا معنا. لقد أقبل العام العاشر من زواج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، ذلك الزواج المبارك لأشرف زوجين طاهرين من فتى قريش ومن سيدة نساء قريش، وأقبل هذا العام وهما يستعدان لاستقبال الثمرة الرابعة للزواج المبارك. وقد وقع في هذه السنة حدث جليل في تاريخ البيت العتيق، فقد أجمعت قريش أمرها على أن تعيد بناء الكعبة، وهنا كانت البشرى مولد ابنته الرابعة وهي فاطمة في يوم الجمعة الموافق للعشرين من جمادي الآخر. وفي ذلك اليوم لم يظهر غضبا على النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه لأنه لم يرزق ذكرا، وكانت فرحة خديجة أكبر حين وجدت ملامح ابنتها تشبه ملامح أبيها، فأدركت أن الله تعالى سوف يتعهدها برعايته وعنايته لتكون مثل أبيها. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا من خلق الله أشبه حديثا وكلاما برسول الله من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وتعلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنته فاطمة رضي الله عنها تعلقا خاصا لما كان يرى فيها من وعي وتقوى وإخلاص، فأحبها حبا شديدا، وكان إذا أراد السفر جعلها آخر من يودع، وإذا قدم من السفر جعلها أول من يلقى، وكان إذا دخلت عليه وقف لها إجلالا وقبلها، بل ربما قبل يدها. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. ويعود سبب تسميتها باسم فاطمة الزهراء إلهاما من الله تعالى، لأن الله فطمها عن النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها وحجمها عن النار. ولعل من أشهر الأسماء التي سميت بها هي فاطمة الزهراء، وكان لها أيضا تسعة أسماء ومن ضمنهم أم أبيها والبتول. لم تكن طفولة فاطمة مليئة بمرح الصبا، حيث استقبلت حياتها الجديدة بمصاعب رؤية أبيها في عزلته لنشر الدعوة، والأم مشغولة ومهيئة لجو الدعوة والعبادة، فبدأت بمسيرة الدعوة إلى الله تعالى، وتشربت فاطمة الزهراء هذا الجو الروحاني طاهر، وامتلأ قلبها 5 سنوات بحب الله تعالى. وتتوالى الأيام وتمر سنوات، وقد بلغت فاطمة من العمر 7 ولم تزل الدعوة سرية، ولكن وهي على وشك 8 أعلن رسول الله دعوته ودعا الناس إلى الإسلام، وأخذ عدد المسلمين يزيد يوما بعد يوم وظهور أعداء الإسلام، فخرج المسلمون وتركوا أرضهم فرارا إلى الله بدينهم الجديد. وكل هذا كانت تراه فاطمة ولم تذق الزهراء طعم الحياة. وقد فجعت بوفاة أمها، فأخذ هذا الحادث المفاجئ منها مأخذا عظيما، فظلت قائلة لرسول الله: أبي أين أمي؟ فنزل جبريل فقال له: ربك يأمرك أن تقرأ فاطمة السلام وتقول لها أن أمك في بيت من قصب لا نصب فيها ولا تعب، إن مثل هذه الفتاة التي عاشت في مثل هذه الظروف القاسية والأيام الصعبة وتحملت مشاق الدعوة من أجل ترويج دين المولى عز وجل. ومن الجدير أن نذكر أن هذه المصائب والمشاق لو صبت على أي طفل لفتكت به، ولكن الزهراء لم تهزمها الحوادث، وإنما صقلت بشخصيتها وحليت روحها وأعدتها للمواجهة. وعندما كبرت السيدة فاطمة الزهراء فاقت نساء عصرها في الحسب والنسب، فما أدركت مدرك النساء حتى خطبها أكابر قريش، وكان كلما ذكرها رجل من قريش أعرض عنه الرسول بوجهه، حتى كان يظن الرجل منهم في نفسه أن رسول الله سخط عليه، ولكنه كان يرغب أن يخطبها لعلي. وبعدها وقع اقتراح أبي بكر موضع القبول عند علي، فأقبل على بيت الرسول، وكان الرسول في بيت أم سلمة، وطلب علي من الرسول يد ابنته حتى وافق. وقالت أم سلمة: فرأيت وجه رسول الله يتملل فرحا وسرورا، فخرج علي من عند الرسول قائلا: زوجني الله من السماء. وكان زواج الزهراء وعلي نموذجا فريدا للزواج الإسلامي. ثم انتقلت الزهراء من بيت أبيها إلى بيت زوجها، وودعت بيت أبيها، واستقبلها بيت الولاية والإمامة. لم تكن حياتها رضي الله عنها مطرفة وناعمة، وكان رزق سيدنا علي كرم الله وجهه من وظيفة الجندي وعطائها من الجهاد. وكانت أول مشاركة لفاطمة بعد الزواج في غزوة أحد، وذات يوم دخل رسول الله على علي فوجده هو وفاطمة يطحنان، فقال النبي:
أيكما أعيي؟ فقال علي: فاطمة يا رسول الله. فقال النبي: قومي يا بنية. فقامت وجلس النبي موضعها مع علي فواساه في طحن: الحب لك الحب يا رسول الله صلوات الله عليك وسلامه. ومع كل ذلك فقد جاءته يوما تشكو إليه ضعفها وتعبها في القيام بعمل المنزل وتربية الأولاد، وتطلب منه أن يهب لها جارية تخدمها، فلم يستجب لطلبها بل استبدل ذلك بأمر آخر عبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أعطيك ما هو خير من ذلك، وعلمها تسبيحة خاصة تستحب بعد كل صلاة، وهي التكبير 34 مرة، والتحميد 33 مرة، والتسبيح 33 مرة. وهذه التسبيحة عرفت فيما بعد بتسبيحة الزهراء، وهكذا يكون البيت النبوي، حيث إنه يتجاهل الأمور المادية ويعطي الأهمية للأمور المعنوية ذات البعد الروحي. ومن سمة الأيام أن تتغير، ولكن ما أروع الحياة عندما يجتمع قلب المؤمن بالحب. وذات يوم حدث خلاف بين الزهراء رضي الله عنها وبين علي كرم الله وجهه، فجاء الأب الحنون ليصلح بين الحبيبين، ولقد رزق سيدنا علي والسيدة فاطمة 5 أطفال هم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وقدر الله أن يسقط الجنين الخامس وهو في بطن فاطمة. وقال رسول الله: إن الله جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة، وجعل ذريتي من صلبي ومن صلب علي ابن أبي طالب. وعن أبي هريرة أنه قال: رأيت النبي يمص لعاب الحسن والحسين كما يمص تمرة. وكانت فاطمة أمينة حافظة للسر، لا تراضي لنفسها أن تذع لأحد سر، ولا يجري لسانها بغير الحق، وكريمة الخلق، فكانت مثل أبيها صلوات الله عليه وسلامه. والجدير بالذكر أن عند زواج النبي لم تعترض فاطمة على زواج النبي أبدا. ولقد حان وقت الرحيل عن الدنيا الفانية وإجابة داعي الخالق العظيم، واقترب وقت اللقاء. ولما حضرت الزهراء وفاة النبي بكت حتى سمع النبي صوتها، فقال لها: لا تبكي يا ابنتي، قولي إذا مت إنا لله وإنا إليه راجعون، فكل مصيبة معوضة. فقالت فاطمة: ومنك يا رسول الله. فقال: ومني. توفي المصطفى ودفن، وغربت بسمة فاطمة عند وفاة أبيها، وجمعت الزهراء كيانها الممزق، ومرضت الزهراء بعدها ولم يطل المرض بها حتى توفيت حزنا عليه، وذلك في يوم الثلاثاء من شهر رمضان. توفيت وهي بنت 29 عام، وكانت قبل موتها فرحة مسرورة لعلمها بإلحاق بأبيها الذي بشرها أنها أول أهل البيت لحقا به. وقبل وفاتها أوصت الزهراء رضي الله عنها علي بن أبي طالب بثلاث وصايا، فحقق وصيتها، وهي أن يتزوج بعدها، وأن تدفن ليلا بالبقيع، وأن يتخذ نعشا وصفته له. فحملت الزهراء بين دموع العيون وأحزان القلوب، فضم الثرى طيبة الجثمان الطاهرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وكيف لنا أن لا نحب فاطمة الزهراء محبة في رسول الله وآل بيته الكرام، وهي السيدة الفاضلة رضي الله عنها، وتستحق منا كل الحب والتقدير. وفي النهاية نود أن نقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويحسن ختامنا جميعا، آمين. لا تنسى الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأتمنى مشاهدة باقي الفيديوهات، ستجد بها مواضيع عديدة مهمة ومفيدة وستنفعك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.